اشمعنى ان احنا في امريكا مش هنعمل سمنة فلاحي عشان نعمل منها احلى بسبوسة واحلى كنيفة للناس اللي في الغربة هنا ونفسهم ياكلوا سمنة فلاحي مرملة وجميلة وما خيروهاش عن خير بلدنا؟ هو الفيديو ده ليكو، هقول لك النهاردة على اجود نوع زبدة حلو في امريكا عشان تعملي منه احلى سمنة فلاحي ريحتها هتقلب الدنيا بحالها. لايك وكومنت حلو منكم، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تفعلوا الجرس وشير مع اصدقائكم اللي في الغربة عشان يستفادوا من الفيديو ده. وقبل ما ندخل على الوصفة بتاعتنا زي ما احنا متعودين، ما ننسوش نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونسمو الله وعلى بركة الله نبتدي. بقى نتكلم على الزبدة اللي احنا استخدمناها وعملنا منها احلى سمنة فلاحي. هو ميزها بلونين، اللون الذهبي واللون الفضي. اللون الذهبي دي مملح تستخدم لجميع الاكلات، واللون الفضي اللي هتشوفوه دلوقتي في ايديا وهو غير مملح تستخدميه للحلويات او انتي تتحكمي فيه لانه من غير ملح. اللي بيقعد مدة اكتر ويقعد وقت اكتر معاكي هي الزبدة المملحة. نيجي بقى هنا نتكلم عن الزبدة بتاعتنا، والزبدة دي مكتوب عليها ايه؟ مكتوب ان الابقار اللي استخدم منها الزبدة دي هي ابقار موجودة في مزارع صغيرة جدا، ساعة ما بيجوا يأكلوها كده بيحطوها في الاراضي الخضراء، تاكل من الخضرة وتاكل من العشب. وكمان لما جينا نصنع الزبدة دي صنعناها ومعرضناهاش لأي معالجة، يعني زبدة طبيعية 100%. حلة استانلس وفيها قوالب الزبدة بتاعتنا، وناخد الحلة بتاعتنا دي على نار هادية شمعة جدا. ليه نار هادية شمعة جدا؟ اولا الحلة بتاعتنا ما تتحرقش مننا، ثانيا كل ما الزبدة دي تسيح وتطيب براحتها قوي كل ما نطلع نتيجة احلى وريحة سمنة احلى واحلى. الزبدة هنا دخلت في مرحلة الذوبان وبدأت تدوب كده وتسيح. نيجي للخطوة اللي بعد كده وتغير معانا لون الزبدة تماما، وبقى معانا رغوة بيضة جميلة كده فوق الوش. الرغوة البيضة اللي طلعت لنا على سطح الزبدة دي في ناس بتسميها الخض بتاع الزبدة، وفي ناس بتقولك المرتة. طيب احنا هنتن نقلب كويس جدا لغاية ما اللون الابيض ده كله ينزل في ارضية الحلة. انا كان ممكن في الخطوة دي ان انا اطفي النار خالص واستخدم الزبدة بتاعتي او السمنة بتاعتي على اللون ده واستخدم المرتة ان انا اكلها. طبعا حبايبنا في مصر بياخدوا المرتة يحطوها في اطباق ويستخدموها يبيعوها، فعشان كده بيطيبوها للدرجة اللي انتوا شايفينها دي، لكن انا هطيب المرتة بتاعتي كويس عشان انا مش عايزاها توصل للون ده. وكل ما المرتة بتاعتنا طابت كويس كل ما طلعنا ريحة سمنة احلى وسمنة مرملة وجميلة وتحفة. كمان معانا البرطمان بتاعنا مغسول كويس جدا جدا جدا، متعقم كويس جدا جدا جدا، مفهوش ولا نقطة مية خالص، ودي اهم حاجة. صفينا السمنة بتاعتنا، سيبنا البخار راح تماما وغطيناها، وتاني يوم طلعت معانا بالشكل التحفة ده. لما نيجي نستخدمه السمنة الحلوة دي لازم المعلقة بتاعتنا تكون ناشفة، ما نروحش ناخده معلقة كده تكون مطرح الأكل ونقوم حاطينها في السمنة، علشان السمنة بتاعتنا لو طالها أي نقطة مية أو تكون المعلقة بتاعتنا مش مجففة ونضيفة وحلوة هتعفن معانا وهتعمل معانا عفونة مش حلوة. كده السمنة بتاعتنا بقت جميلة مرملة وحلوة، طيبناها كويس، وكل ما تطيبيها كويس تطلع معاكي النتيجة أحلى، بس طبعا ما نحرقهاش، نخلوا بالنا من درجة المرتة اللي أنا وريتها لكم. طلعت سمنة مرملة ريحتها فظيعة كده. عملنا أحلى سمنة لأحلى كنافة وأحلى بسبوسة، وكمان طبق الفول المحترم بتاعنا، وكمان طبق البيض المقلي. لو وصلتوا للفيديو الحلو ده واستفدتوا منه ما تنسوش تشيروا لأصدقائكم اللي في أمريكا عشان يستفادوا منه كتير، وما يدوروش على سمنة فلاحي تاني لأنها فعلا موجودة هنا وإحنا بإيدينا ممكن نعملوها، ويطلع معانا برطمان أصفر تحفة كده بأحلى سمن بقري ريحتها مرملة وجميلة قوي. لايك وكومنت حلو منكم، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكمان كل سنه وانتم طيبين يا رب، ويقعدها عليكم الايام وعلينا بخير، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. باي.